Brothers and sisters, I would like to introduce you them in the order of their experience and the service in the field. First, I would like to introduce you Hafiz Muhammad Yahya Yildizhan. Muhammad Yahya completed his memorization of Quran within 15 months, mashallah. He became second in the Quran recitation competition in 2018, organized by Presidency of the Religious Affairs. He is currently in his final year at Imam Hatip High School and also attending Islamic Studies Education at Istanbul Hasaki Krat Education Center. Second, I would like to introduce you is Sheikh Qari Fatih Kaya. Fatih Kaya has won World Quran Recitation Contest in 2008, held in Croatia. Currently, he is serving as Imam of Beştepe Millet Mosque. It is part of the presidential complex in Ankara. Last but not least, I would like to introduce you Sheikh Qari Ferruh Mushtiyar. Ferruh Mushtiyar has also won World Quran Recitation Contest in 2015, held in Kuwait. Currently, currently, he is the chief imam of the prestigious mosque Hagia Sophia, Hagia Sophia Kebir Grand Mosque in Istanbul. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد اتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة
أصحاب الجنة هم الفائزون. أنزلناها هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله هو سبحان الله عما
يشركون هو الله. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين.
وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا
وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ والسماء فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا إنهم يكيدون
صدق الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل؟ إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروا شيئا. والله على كل شيء قدير. يا إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا
رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إلا تنصروه فقد نصره فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا
فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك عفى الله عنك
لماذا أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين؟ لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن والناس. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. الفاتحة. السلام عليكم. Brothers and sisters, تقبل الله. We are very grateful to our reciters that come here all the way from Turkey. We also thank you to the management of the mosque for providing us help for this tonight. Jazakallahu khair. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ikhwani, Ikhwati, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dear brothers, dear sisters and the lady section, first of all, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, I would like to express my thanks to the wonderful Qaris who actually give us these moments. Really, we enjoy them so much with Kitabullah, with the Quran. And mashallah, I thought the Quran is only written in Istanbul. Now we can say it's written and recited in Istanbul. Mashallah, because they always say the Quran revealed in Mecca, recited in Qahira,
and written in Istanbul. Now we can say it's also recited and written everywhere. MashaAllah. MashaAllah, tabarakAllah. This is a really wonderful month. I would like to thank the Turkish embassy, actually, Brother Ansari and his colleague from the Turkish embassy here in London, because they are the one who worked to give us this chance. Of course, the sheikhs and the qari, they are with our deep thanks for all the recitation they made on behalf of all of you, and all the directors also express my thanks to them. The Quran actually is a kind of taste, is a kind of joy. When you recite the Quran, you try to understand it, try to understand what Allah subhanahu wa ta'ala says. The good voice with the Quran, actually, it brings you closer to the meaning, more and more and closer to the meaning. And the Prophet ﷺ said, لَيْسَ مِنَّ مَا لِمَ تَغَنَّ بِالْقُرْآنِ. You have to try to make your voice better in the Quran, try to bring closer to the meaning. And in another hadith, the Prophet ﷺ said, إِذَا قَرَأْتُمُ الْقُرْآنَ فَبْكُوا فَإِنْ لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا. If you read the Quran, try to cry to understand what he says, and then try, if you don't, you cannot try to pretend that is you are calling that, you making yourself crying. And one of the secrets I will tell you about the Quran, actually, when Allah subhanahu wa ta'ala say something, why some people, when they hear the Quran, immediately they start crying, and some people, they just, maybe you recite all the Baqarah for them, they just like sitting maybe without tasting any meaning. I will tell you something. The early generation on Islam, when they hear the Quran, when Allah subhanahu wa ta'ala talk about Jannah, they thought maybe we are not going there. They see themselves, they are not yet ready for that. They see they're all what they are doing is really less and not enough. When Allah subhanahu wa ta'ala talk about Jahannam, about an army, Allah protect you and protect all Muslims from it, they see themselves that is maybe we go there. Because they have always fears when Allah subhanahu wa ta'ala warn Muslims, warn the mu'mineen, they have their fears in their hearts. When Allah subhanahu wa ta'ala give good news for the mu'mineen, because they see themselves really, they haven't done enough, they think maybe we are not included. Then they start crying. And there is also a story from Muhammad Iqbal, the poet in Pakistan. He used to read Quran every time after Fajr for 1 hour. And his father used to see him reading, reciting, reading Quran after Fajr. But there is no change in the boy. He was young. Then he said to him, his father, how do you find the Quran? He said, it's okay, I can read, alhamdulillah. He said, listen, boy, you will never taste the Quran till you see when Allah subhanahu wa ta'ala talk his prophet. Immediately, he is addressing you too. All what he says to his prophet, you are also addressed by this. He's talking to you, not only something happened in the history with the Prophet and you just recite history. No, he's talking to you now. When he say, Aqimu salat wa atu zakat, that means you have to do the prayer and you have to do your zakat. So all these orders and all these commandments coming to you, he's talking to you. When you reach this level, then you know the Quran and then you will taste the Quran. And then from that moment, Muhammad Iqbal, he said himself, I change really myself. I recite the Quran, I find another taste. Then I see then how the Quran is. It's not only just somebody reading a book. It is Allah who is talking to me, who is addressing me now. This is actually, these moments are wonderful. Again, on behalf of all of you, I would like to thank you. Thank you, Brother Ansari. Thank you to all of you, our Qaris. Jazakumullah.